السلام البنات، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد العسل المنزلي. ان شاء الله غادي نحتاجو فيه قارب ديال السكر، وغنحتاجو فيه كاس صغير لارو ديال سنيده، عندي حامضه، وعندي جويده ديال القرفه، وعندي باديانه ولا نجيمه، عندي اترو ديال الماء. صافي، هادشي غادي نحتاجو فيه. غادي نشد انا في الاول، درت هنايا سنيده في الكوكوت، غنديرها فوق البطاطا تولي كراميليزي، يعني هذا هو اللي كيعطينا اللون الزوين ديال العسل، وحتى المذاق حتى هو كيجينا زوين. بقاو معايا ونتبعوا الطريقه ديال التحضير. من بعد ما ولا لنا السكر بحال هكا، يعني خدينا شويه مغلوق، ما تخليوش ليه يتحرق، غير بحال داك ملي كنبغيو نديرو كراميل، بحال داك اللون بالضبط. المهم دابا انا غادي نضيف عليه الماء ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. بدنا عندنا إطرة ديال الماء، غادي نجيبو السكر ديالنا وغادي نضيفو حتى هو. صافي، دابا زدنا السكر ديالنا، أنا قطعتو هكا ضروري يتقطع. غادي نضيف عليه، عندي هنايا حامضة قطعتها هكا دواور، عندي هنايا جوج عويدات ديال القرفة، وعندي باديانة أنا هرستها بحال هكا. من بعد هادو غادي نحيدوهم. صافي، أنا غادي نخلي العسل ديالي، غادي نسد عليه في الكوكوت، غنخليه 20 دقيقة بالضبط حتى يطيب إن شاء الله، ونعاودو نتلاقاو. هذا هو العسل ديالنا من بعد ما طاب، كنخليوه يطيب. الا حلينا عليه الكوكوت ولقيناه مازال ما طابش، كنزيدو نخليوه معري يطبخ حتى كيولي لنا هذا الحامض هذا مغلوق، يعني العسل ديالنا راه طاب، يتحمر وكيعطي هذا اللون بحال هكا، والمذاق ديالو كيجي رائع جدا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر جديد. سلامه.